صح. يعني يا جماعه دلوقتي جمهور المحله جمهور محترم وبيلعب ماتش ودي، يعني مش ماتش عشان في التلفزيون وكلام زي ده. ارجو يعني، يعني جمهور المحله مش عارف ايه، الجماهير كلها بتدخل الملاعب الا احنا، ليه في ايه معانا؟ يعني ناس محترمه يا جماعه، جمهور كله، الجمهور كله شغال، وجمهور كله اللي في المدارس واللي في الجامعات والكليات وحب فرقتهم، والفرقه ماشيه حلوه، عايزين نساند الفرقه. مش عشان ربنا كده ناخد مركز. جمهور الاهلي والزمالك كل ماتش تلاقي 500 واحد 600 واحد وبيدخلهم، احنا برضو جمهور حلو وجمهور نادي شعبي، فارجو من الداخليه معلش يعني الناس ساعدنا شويه يساعدونا ويدخلونا. يعني واللي يعمل حاجه غلط يحاسبوه، احنا ما بنغلطش. احنا انا بقالي 40 سنه بشجع كوره عمري ما غلطنا، كانت الملاعب كلها بتبقى فيها قلق، واحنا هنا في المحله النوادي الثانيه بتيجي كل احترام المحله اتغلبت كسبت، احنا جمهور كروي، احنا حياتنا كلها كوره. مش عارف في ايه، احنا عايزين تمنعوا الكوره اما لقيت الفرقه حلوه عايزين تمنعوا الجماهير. ما انا مش عارف انا هنعمل ايه يعني بجد. ده ماتش ودي مش ماتش يعني رسمي وفي طقم حكام وهيلغم وهيشغل اتحاد الكوره الجماهير المحليه، جمهور المحليه ما يعملش شغل. هو احنا في ايه؟ انتوا بينكم وبيننا ايه يا جماعه؟ معلش يعني بجد. وبنرجو من القيادات المحترمه في مدينه المحله، الناس بتوع الداخليه واللي بتوع مجلس الشعب والحاج محمود الشامي والبلوص والناس المحترمه دي، شوف لنا حل، تيجي تقعد معانا. ورجال اعمال، فين رجال اعمال من المحله؟ انا ما شفتش راجل اعمال والمحله ماشيه حلوه بيتكلم على المحله ويجري المحله الا وليد خليل وتامر خليل. الصراحه فين بقيه رجال الاعمال بتوع المحله؟ عرفتوا بقى رجال الاعمال بتوع المحله كلكم اهلاويه زملكاويه ما بتشجعوش المحله، انتوا بتشجعوا المحله وقت الرسم بس. لو المحله بتلعب الاهلي هنا تيجوا عشان تدخلوا اتكلموا كلموا كلموا الوزراء، صح كلموا الوزراء، روحوا اتكلموا. رئيس الشركه دي فين؟ الراجل اللي كان ماسك كان بيجي المطين برضه مش عارف. انا ارجو من اللي جاي جديد ده يحط ويقعد معانا، والاتحاد الكوره يبقى فيه يد عشان احنا نادي شعبي، نادي شعبي مش نادي عوام. شكرا. قول يا عم مش في حد اتكلم يا عم قول يا اسطى قول يا سعاده المصور صوري بس يا عم هنعمل ايه؟ هو الامن فاضي هنعمل ايه؟ الامن فاضي يعني الامن خلاص يعني مشاكله كلها خلصت وجاي امن ماتش يمنعنا من الدخول وماتش حبي وماتش ودي انا بسال سؤال ايوه امن الغربيه خلاص بقى فاضي ما عادش عنده مشاكل جاي يقفل البوابه في وشنا عشان ما نخشش 50 واحد خلاص ماتش ودي هنخش قاعدين بكرامتنا وعز ده عسكري هيقعد اقعد يا ابني حاضر اقعد يا عمي حاضر هنعمل ايه؟ ما دام نقعد على قهوه حد يغرينا بحاجه ايوه مش نشم ولا نشرب مش بتوع السجاره ولا بتوع مش بتوع حاجه ايوه 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 احنا بنتكلم بصحه يا جدعان بنحب الكوره للكوره ايوه ايوه بنيجي نتفرج على ماتش صح. على تدريب ايوه خلصت الحاجه سلام عليكم ونروح بيوتنا ايوه دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنتنفس منها وبتفرج علينا ايوه الواحد بيبقى قاعد في شغله كابت في البيت كابت بنيجي هنا احنا اهو احنا دخلنا الماتش لا ما دخلناش قاعدين فين قاعدين بره اهو قاعدين بره اهو بره ايه اللي حصل بقى لو قعدنا جوه ايه اللي حصل وقاعدين مؤدبين ما بنعملش حاجه اللي هيحصل لو قعدنا جوه مفيش اي حاجه جوه زي بره لما بيكون في ماتش رسمي بنروح التلفزيون وبنحترم نفسنا عشان بتوع الامن ما قلناش انت جاي ليه ويقفلوا الباب ويزلونا يا عم هات هنا الماتش الرسمي نروح التلفزيون ده ما هوش رسمي ده هنتفرج عليه فين 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 ما فيش تلفزيون يجيب ماتش زي ده فالنادي ليه ما يساعدناش ان احنا ندخل ماتش زي ده؟ ليه ما نتفرج عليهم احنا محرومين من الرسمي الكابتن خالد كان الماتش وطلع كلم الحكم ضار بنطلع التلفزيون الكابتن خالد انت مش قدامك كلم الحكم ضار والكابتن السيد الكابتن طه طلع كلم الحكم ضار الكابتن مصطفى عبده رجاء من جمهور المحل ايوه تعالى اقعد معانا رئيس النادي اللي وسعت الوزير الاعمال عينك رئيس نادي خالد المحل ما بيجيش يا عم الا بره احنا نادي شعبي لا يكل على الاهلي والزمالك كابتن مصطفى تعالى اقعد مع جمهور المحله عشان جمهور المحله جمهور سواق وجي كم مره مصطفى عبده جه المحله جمهور سواق يا عم انت مصطفى عبده يا كابتن مصطفى بعد اذنك تعالى اقعد مع جمهور غزل المحله جمهور المحله جمهور سواق وجمهور كبير
لا يقل على الاهلي والزمالك. وصلاح عوده جالك كام ماتش؟ ادي ماتش اهو وانت يا كابتن مش عارفين نخش. وصلاح عوده جالك كام ماتش؟ والكابتن خالد عيد طلع مذكورا والكابتن طه طلع مذكورا يكلموا الامن يقول لك لا 10 كلهم لا مش هنخش. لا نخش كلنا لا مش عايزين نخش. كلنا واحنا كلنا كام واحد؟ فرقتنا الاحتراوي فرقتنا اللي بتنفذ في الناس دي غلط المحل. هنموت وهنعيش هنشجع المحل مهما روحنا المحل روحنا ومدمر وملناش غيرها. 30 واحد 30 واحد اللي واقفين ازاي بقى 10 كبار 10 كبار و20 واحد كبار يبقوا قاعدين وقاعد هم بيدخلوا من العشرات تيجي ازاي؟ يا كابتن انت كتر خيرك يا كابتن خالد ده وكابتن طه سيد يا كابتن مصطفى عبد يا كابتن مصطفى عبد نرجوك ايوه تعالى مره اقعد معانا احنا عايزين نشوفك اصلا احنا كنا بنشوفك وانت في الاهلي بتلعب كنا فرحانين بيك بنسمع عنك وما بنشوفكش وفي كلمه انت قلتها قلت يا ريت ابقى زي عمر عبد الله كابتن عمر قلت يا ريت ابقى زي كابتن عمر عبد الله الجمهور ده بتاع كابتن عمر عبد الله وبتاعك وبتاع نادي غزل المحل أيوة. تعال اقعد معانا والله واعمل يوم اعمل يوم ونيجي كلنا هتقعد هتلاقينا كلنا ناس كبار محترمين ومن الستينيات بنشجع والله من الستينيات اقسم بالله 62 كنت بدخل الملعب ده اهو وانا صغير بدخله في ايد خالد الدين وادخل وفي ايد خالد الدين هو يعرفه يا عم قول له جمهور سواه والجمهور ده والله طول عمره الجمهور الجمهور ده طول عمر الجمهور غزل المحل غزل المحل هو هو اساس الغربيه كلها تعال اقعد معانا يا كابتن مصطفى عبد حتى ناخد وندي معاك نشوف خطتك ايه للنادي صح. احنا عايزين نبقى فوق ما يبقاش ماتش ودي وعايزين نشوفهم الرسمي ونروح التلفزيون ونريح دماغنا ايوه نشوفهم بقى في الملعب بقى مره شوف يا مصطفى عبده الميداليه يا كابتن مصطفى عبده يا مجري يا مجري انت فعلا الكابتن انت ما بتجيش الا ماتشات بره انت تيجي تقعد مع جمهور المحل هنا لو انت بس فعلا ماسك المحل تيجي هنا شوف الجماهير عاوزه ايه شوف النادي عاوز ايه وتشوف الدنيا فيها ايه والليله فيها ايه يا مجري انا شجعتك في المنتخب في النادي ايوه عم تشوف المحل فيها ايه تيجي تتكلم انت عرفت النادي ده يبقى في النادي يا عم عمرو عطا السيد واداره المحل اللي هي بتطلع كل ماتش النادي دوت هو كابتن خالد النادي هيفوق لنا ولا يفوق للملعب اللي يطلع يسلم ويبوس ده ويسلم ده وعاوز الجمهور يدخل يا كابتن مصطفى عبده لو انت فعلا ماسك نادي يا مجري لو انت ماسك نادي غزل المحلة تعالى هنا في التدريب وتعالى لنا كل تدريب كل ماتش واسال شوف فيه ايه شوف فيه حل لنا المشكلة دي مش كل واحد هيجي يكتب الناس اللي هي معروفة هو الكابتن ده حل لنا المشكلة دي احنا 50 واحد هنعمل ايه يا عم عمرو عتراوي الكابتن مصطفى عبده ما بيجيش هنا ليه؟ كابتن مصطفى ما بيجيش يقعد مع الجمهور دي ليه؟ احنا 50 واحد كابتن مصطفى عبده اللي بيقول لك رئيس النادي ما بيجيش ليه؟ ما بنشوفوش خالص الا بره بنسمع عنه ما بنشوفش خالص انت فين يا عم؟ انت فين يا عم مصطفى؟ كابتن مصطفى يا كابتن مصطفى عبده رجاء من جمهور غزل المحلة تعال اقعد مع الجمهور وشوف في ايه اللي بيحصل في نادي غزل المحلة بس اكتر من كده مش هنقول بس ماتش ودي مش عارفين ندخله ماتش ودي يا كابتن مصطفى مش عارفين ندخله وانا راجل ارزاقي انا راجل ارزاقي يا كابتن ببيع تمر هندي ولا عمل بجنيه عيني ما بعتش من الصبح بجنيه وراه بيت وراجل ساكن اعمل ايه وبستنى يوم زي ده يا كابتن مصطفى منعنا من كل حاجه طب نروح فين ونيجي منين ولا معاش ولا وظيفه ولا اي حاجه ماليش الا شغل التمرين اعمل ايه قاعد اهو بره اهوت قاعد اهوت من صباحة ربنا يا كابتن احنا جينا ما بعناش قلت في ماتش ودي اخش اكل فيه عيش الحكم دار منعنا الكابتن خالد طلع له الكابتن خالد عيد طلع له الكابتن طه السيد طلع له الكابتن حسام عايز يطلع له ما عبرش حد احنا ارجوك يا كابتن تعال لنا شوفنا من الصغير قبل الكبير ايوه شكرا يا كابتن مصطفى يا كابتن مصطفى عبده انا بقول لك عندنا راجل بصراحه يا ريت المحله كلها او اللي ماسكين المحله حسام عز ده راجل محترم وهو مجد الالفي بصراحه ده ناس محترمين الناس دي ناس محترمه وسام محترمه محترمه اللي هم كل ماتش يطلعوا عايزين يدخلوا الجمهور الكابتن خالد عيد بقول له ابو عمر كل سنه وانت طيب وان شاء الله السنه دي بطوله افريقيه ان شاء الله السنه الجايه قول اللي انت عاوز اعمل ازاي اقول اللي انا عاوز اعمل هتلاقوا اللي احنا قاعدين زعلانين عنده ميكروباص وقاعدين نخش الماتش
انا راجل سواق بخلص شغلي وقت اتنفس في السنه اشوف حبايبي واشوف اهلي الراجل عنده فرقه واقعد في النادي الملعب بتاعي اشجع فرقتي ابص عليها بدل ما بشوفها في التلفزيون عاوز اشوفها في الملعب اطمن عليه يا كابتن مصطفى عبده اقعد معانا بعد اذن حضرتك وكلم الناس المسؤولين ما عندوش مع جمهور غزل المحل عشان احنا جمهور كبير وجمهور زواق لا يقل على الاهلي والزمالك الوزير بعد اذن حضرتك يا كابتن مصطفى الوزير يلا عشان نختم بقى يلا خلاص ايه رايك ده انت صوت الراجل ايوه نفس المسؤولين معاك بقول لك راجل عايز اسمع منك يا كابتن حسامي عزه كابتن حسامي عزه ثواني بس كابتن قصير كابتن حسامي عزه احنا بنقول لك متشكرين من حضرتك انت خدت يعني بص فوق طاقتك انت عملت فوق طاقتك معانا انت والاستاذ مجدي الالفي احنا بنقول لك يا كابتن حسام عزه انت تترخرك قوي احنا عاوزين بقى الكابتن مصطفى عبد احنا عاوزين الكابتن مصطفى عبد والوزير استاذ هشام توفيق احنا بنقول لك يا استاذ هشام توفيق بعد اذنك يا سعاده الوزير تعالى شوف نادي غزل المحل شوف جمهور غزل المحله فيه ايه احنا بنتكلم في كده بس احنا ولا بنقول ولا بنغلط في حد ولا بنشتم حد احنا جمهور محترم احنا جمهور كله اهوت احنا قاعدين اهو محترمين بس جمهور المظلوم أيوة. في الغربيه كلها جمهور المظلوم في جمهوريه مصر العربيه أيوة. الجمهور المظلوم جمهور غزل المحل محل 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 هنقول ايه يا لاعب والغاوي العب يا محلاوي يا لاعب والغاوي العب يا